تشهد الساحة الأوكرانية تحدياً روسياً لحلف الناتو، بدأ بحشود وتهديدات ثم اتهامات للسلطات الأوكرانية بأنها تشكل مصدر خطر للأمن القومي الروسي، حتى استطاعت موسكو قضم إقليمين من أوكرانيا وتوقيع اتفاقيات دفاع مشترك في حال تعرضت الأقاليم لهجمات من حكومة كييف. تقف اليوم أوكرانيا وحيدة في مواجهة روس الطامعين، فليس هنالك حليف حقيقي وقف معها بجدية، إنما اكتفت واشنطن ولندن وباريس بالتنديدات والتلويح بالعقوبات الاقتصادية، وفي النهاية عمليات القضم مستمرة. لكن ماذا عن الاحتلال الروسي لسوريا؟ وما سر زيارة وزير الدفاع شويغو لها؟ وما علاقة سوريا بأوكرانيا؟ ولماذا في هذا التوقيت بالتحديد؟ أهلا ومرحبا بكم، وإلى ملفات شائكة. طبول الحرب شارفت أن تقرع على حدود الدولتين بعد أن طال أمد التهديد وكثرت التراشقات الإعلامية بين موسكو وكييف في محاولة الروسية لقطع حبل الوصال بين أوكرانيا وحلف الناتو بذريعة تهديد الأمن القومي الروسي، بينما يرى محللون أن ثمة نوايا مبطنة للغزو المرتقب. احتلت موسكو شمال جورجيا عام 2008 وشبه جزيرة القرم عام 2014، ثم دخلت بتحالف مع بيلاروسيا، وربما حان موعد احتلال أوكرانيا. لكن في هذه المرة تختلف المعطيات نتيجة التخوف الروسي من الدخول في حرب مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تمضي قدما في حشد قواتها على الحدود الأوكرانية وتجري مناورات عسكرية على حدود بيلاروسيا، وسط تحذيرات أمريكية وبريطانية بوجود نية حقيقية لروسيا بغزو كييف، حيث بدأت بالفعل التراشقات المدفعية بين الأوكران وميليشيات انفصالية في إقليمي لوهانسك ودوينتسك اللذين تسيطر عليهما الأخيرة، وهذا ما مهد الطريق لدخول بوتين على خط المعركة، خاصة وأنه قام بتوقيع مرسوم بشأن الاعتراف بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا كدول مستقلة. حتى اليوم لم تتضح مواقف الدول الأوروبية من الغزو المرتقب، إلا أنها تعهدت بالدفاع عن أوكرانيا عبر تقديم السلاح دون نشر أي قوات على أراضيها. ولكن كيف ستؤثر تلك الحرب على واقع الثورة السورية؟ هل ستكون متنفسا لها في حال استدرجت موسكو لمستنقع حرب دولية، أم أنها ستؤثر سلبا فيما إذا خرجت من الحرب منتصرة؟ بسم الله، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مشاهدين الكرام. في البداية أرحب بضيوفي، بضيفي من إعزاز الأستاذ والمحاضر في كلية العلوم السياسية محمد البقاعي، ومن غازي عنتاب الصحفي مصطفى أنعيمي. مرحبا بكما ضيفي العزيزين، والبداية معك أستاذ محمد. أستاذ محمد، كيف سيكون موقف واشنطن والناتو بشكل عام في حال بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا؟ تفضل. تمام، يعطيكم العافية ومشكورين على هذه الاستضافة. بداية أنا أريد أن أركز على نقطة، أنه روسيا بعد استلام بوتين بعام 2000 كان واضح أنه هي تسعى لأنا ما أطلق عليه نظرية جذب القوارب، يعني إعادة جذب المناطق التي تعتبرها مناطق ذات أهمية كبيرة لروسيا لإعادة بناء دورة اللي كان موجود بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بزمن الاتحاد السوفيتي. بشكل أساسي في عنا ثلاث ركائز أساسية بالنسبة للروس هن يسعون إلى ضمان، إما سيطرة مباشرة عليهم أو غير مباشرة من خلال وجود أنظمة سياسية تتوافق مع الاستراتيجية الروسية، وهي بيلاروسيا النقطة الأولى والركيزة الأولى، النقطة الثانية كازاخستان، والنقطة الثالثة أوكران. فبالتالي إذا منلاحظ اليوم ملاحظ كان موقفهم كتير شديد بالنسبة للتطورات اللي صارت ببيلاروسيا، وصار في مظاهرات من حوالي السنة ونصف تقريبا، كمان كان في تدخل مباشر من حوالي الشهرين أو ثلاثة أشهر بكازاخستان، ونفس الوقت اليوم نشوف هذا الأمر بأوكرانيا. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يجب إدراك أن هناك محدودية في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على منع روسيا الاتحادية من اتخاذ خطوات باتجاه أوكرانيا. سبب في هذا الأمر
ميزان القوى المباشر ما بين القوتين هو يميل بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ميزان القوى بالنسبة لقضية على مقربة جغرافية من روسيا للأسف هي تميل بالنسبة لروسيا. فأعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك أوراق كبيرة جدا في وجه روسيا لمنعهم من أنهم يخطوا خطوات إضافية باتجاه أوكرانيا. مشان هيك حتى بنلاحظ أنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت واضحة أنه هي لن تسمح للروس بأنهم يتعدوا على الجناح الشرقي للناتو، دول الاسكندنافية، دول البحر البلطيق على سبيل المثال، ولكن عندهم محدودية في قدرتهم على منع الروس من اتخاذ خطوات إضافية باتجاه أوكرانيا. وأتوقع هذا الأمر محدودية واضح في القوة من أي ناحية الأمريكية. نعم، محدودية في القوة من أي نوع؟ يعني قوة عسكرية مثلا؟ نعم، الفكرة أنه دائما أنا حتى نوضح هذا الأمر أنه بالسياسة الخارجية للدول الدولة تضع مقدرات تتناسب مع أهمية القضية بحد ذاتها. اليوم بشكل طبيعي لو كنا عم نتكلم عن صراع مباشر ما بين الروس أو الولايات المتحدة الأمريكية فالكفة غالبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الصراع باتجاه القضايا بيجعل أهمية القضية نفسها. فهل الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن أوكرانيا من الأهمية بمكان بأنه هي تدخل بصراع مباشر مع الروس؟ لا أتوقع هذا الأمر، فبالتالي هم يسعون إلى حماية أوكرانيا من خلال التفاوض مع الروس، رفع تكلفة الدخول روسيا بغزو باتجاه أوكرانيا أو دعم الاستقلال لدونباس على سبيل المثال، ولكن ما عندهم المقدرة على لجمة بالقوة الصلبة. وهي المشكلة التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية في نتيجة وجود بوتين اللي هو بالأساس يرى أنه مستعد لدفع تكلفة اقتصادية وعقوبات مقابل إعادة السيطرة على مجاله الحيوي الجنوبي الغربي. نعم. أنتقل إليك أستاذ مصطفى، لماذا يصر الروس على مهاجمة كييف رغم أنها ربما تنجرف إلى حرب عالمية جديدة؟ نعم، نحن شهدنا ذلك من خلال يعني عدة مناطق صراع للتدخل الروسي على سبيل المثال في سوريا وكذلك في أوكرانيا. يعني روسيا اليوم باتت اليوم يعني تقبع في مستنقع كبير، ولربما الولايات المتحدة اليوم تتخذ استراتيجية اللي هي يعني بمعنى أصح يعني استراتيجية يعني تشتيت الهدف بالنسبة للقوات الروسية. فعملية إشراكها في معارك مختلفة في مناطق جغرافية متباعدة أعتقد هي الاستراتيجية الأمريكية اليوم التي تبنى على قضية يعني محاصرة روسيا بالمطلق. عندما نتحدث عن يعني اليوم لدى الولايات المتحدة أولويات بالنسبة يعني لإدارة المجتمع الدولي عموما سواء كان على الصعيد السياسي أو حتى العسكري، فالولايات المتحدة اليوم هي يعني تتخذ من التحركات الصينية الهدف الأكبر، لكن بالنسبة لها التحركات الروسية ربما هي تحت السيطرة. لذلك نرى أن الاتحاد الأوروبي هو الذي يدفع باتجاه تعزيز القدرات الأوكرانية، وبنفس الوقت هنالك إذا ما راقبنا خارطة النقل السلاح ما بين كل من المملكة المتحدة وكذلك أوكرانيا لنجد أن كل دول الاتحاد الأوروبي اليوم باتت هي يعني هي في الواجهة، هي التي تدير هذه المعركة بشكل أو بآخر. الولايات المتحدة أعطت الصلاحية المطلقة بالنسبة لتلك الدول من أجل الدفاع عن مصالحها، كذلك حلف الناتو. أعتقد بأن روسيا ليس لديها القدرة على مواجهة مباشرة بالنسبة لحلف الناتو ما إذا كان هنالك اجتياح. في حال اجتياح أعتقد أن الحرب أو مسار الحرب ستختلف كليا. الولايات المتحدة نجحت في عملية فصل الملفين، ربما هي أحد الأسباب التي ساهمت بشكل أو بآخر عدم يعني عدم لكن يعني نشرت تصريحات على وسائل الإعلام الروسية أقوى من الأمريكية في هذه الأزمة. نعم، التصريحات حقيقة يعني تكون من قبل الروس أقوى بما يخص. يعني البارحة خرج بوتين وذكر عدة معلومات بما يخص الملف الأوكراني. نعم. الكفة يعني حسب وسائل الإعلام أقوى بالنسبة للروس. نعم، ربما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن كل تلك التصريحات التي خرجت عن بلسان الرئيس الروسي بوتين وكذلك أيضا وزير خارجيته فلاديمير بوتين لافروف وكذلك أيضا مجموعة من المسؤولين وزير الدفاع أيضا وهنالك مجموعة من المسؤولين الروس كلها أو في غالبية العظمى من تلك التصريحات تركز على قضية مهمة وهي أن الدرع الصاروخي أو حلف الناتو بات اليوم يهدد خاصرتها
ولذلك هي تعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل استعادة هذا الإقليمين يعني أو هذه الدولتين التي تعتبرهما هما جزء من الاتحاد السوفيتي. وهي يعني بذات السياق هي يعني تحرك أدواتها الداخلية في داخل تلك البلدان وتحثهم على أنهم أصلاً هم ليسوا من مكون أوكراني وأن لديهم القدرة على الاستقلالية وأن لديها القدرة أيضاً روسيا بالنسبة لها لديها القدرة على الضغط على المجتمع الدولي وأن هنالك اتفاقيات. لكن بنفس الوقت هي تلوح بالقوة العسكرية، يعني هنالك مساران سياسيان وعسكريان تستخدمهما روسيا بشكل مستمر، يعني التصعيد العسكري يقابله أيضا هنالك تفاوضات ما تحت الطاولة، ليس كل ما يجري اليوم يعلن عنه صراحة. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إذا ما سلطنا الضوء على ما هي التصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنجد أنه يعني حتى من يعني من يعني في عملية معالجة لغة الجسد التي كان يتمتع بها أعتقد بأنه لديه القدرة الكافية من أجل يعني الدخول أو الدخول الجزئي على أقل تقدير في المرحلة الحالية أو أن لديه يعني خط يعني ضوء أخضر قد منح بشكل أو بآخر نتيجة لعدم التحرك بالنسبة للولايات المتحدة. لكن بنفس الوقت أعتقد الطرف الآخر بالنسبة للولايات المتحدة هي يعني على أهبة الاستعداد ولربما قد تنشب حرب، يعني عندما نتحدث عن حرب لن تكون حرب تقليدية وإنما ستكون هنالك حرب نووية فيما لو اجتاحت روسيا أوكرانيا، لكن تداعياتها لن تكون فقط على يعني الملف الأوكراني ولربما قد تنتقل يعني برأيك الروس مشابهة يعني كذلك برأيك أيضا الاتحاد الأوروبي اليوم يطمئن من قبل الولايات المتحدة بأنه من الممكن استعادة عن الغاز الروسي في حال أنه نشبت حرب هنالك أو تم قطع الغاز الروسي. وبنفس الوقت العقوبات الاقتصادية الكبيرة أعتقد بأنها باتت اليوم ترهق كل روسيا بشكل عام وأن هذه التصريحات أو ارتفاع وتيرة التصريحات العسكرية وحتى التعزيزات العسكرية كلها يعني رهينة مشروع الاقتصادي. يعني في حال وقف تصدير الغاز أعتقد روسيا أن ليس لديها القدرة على أي تحرك في أي من الجبهات حتى في سوريا. نحن نشاهد اليوم هنالك تعزيزات كبيرة في الساحة أستاذ السوري مصطفى سنأتي بما يخص سوريا، لكن الآن أريد أن أتوجه إلى الأستاذ محمد. ما هو تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على العالم بشكل عام والتطورات المحتملة في هذا الصراع؟ يعني هل يمكن أن نشهد حرب عالمية ثالثة في العالم؟ بشكل مطلق لا يمكن أن يحدث هذا الأمر. أنا أجزم أنه لا يمكن أن يحدث حرب عالمية ثالثة لأنه ما في شيء اسمه حرب عالمية ثالثة، في شيء اسمه حرب نهائية. اليوم الدول تمتلك الولايات المتحدة قادرة على تدمير الكرة الأرضية بعشرات المرات وروسيا بالضبط. لا يمكن أن يحدث حرب عالمية. الأمر الثاني يعني أنت تقصد في النهاية إما روسيا تقضي على أمريكا أو أمريكا تقضي على روسيا، هذا قصدك؟ أمريكا قادرة أنها تدمر الكرة الأرضية كمقدرة، روسيا عندها مقدرة لا أن تصل لحالة صراع مباشر نووي وفنشري معهم، عنده المقدرة لهذا. فبالتالي يوجد خط أحمر ممكن حتى يتجرع له، لا يوجد حرب عالمية ثالثة ولا يوجد ضوء أخضر بالنسبة للروس بأوكرانيا. بالعكس أنا أرى أن الدول الغربية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية مأزومين بطريقة تعاملهم مع روسيا، ما عندهم مقدرة على رجم الروس وبالتالي هم بالنهاية مضطرين للتفاوض مع الروس على إرضائهم بالحدود الدنيا. مو معناته هذا الأمر رح يتساهلوا معه، بالنهاية لن ستجد نفس الولايات المتحدة الأمريكية مضطرة أن تتواجد بشكل مباشر لمنع الروس وليس للاحتكاك. يعني أعطي مثال بهذا الأمر، الروس والأمريكيين موجودين عندنا بسوريا مع هذا الأمر ما بيتصادموا، في كثير أمور خطيرة بحال تصادم الروس والأمريكان ليس كما يعني ممكن يتصور البعض. بناء عليه أنا أعتقد الانعكاس الأكبر لكن يعني على النظام الدولي أوكرانيا تعتبر بوابة لأنه اليوم واضح أن انكفاء الأمريكيين بعد من العراق وانكفاءه من أفغانستان يعيد رسم ملامح جديدة. هاي الملامح قائمة على أنه هناك طموح لدى الروس ولدى الصينيين باختبار مدى جدية الأمريكيين في المحافظة على دورهم السابق. للأسف التكلفة حتكون كتير كبيرة لأن الروس والصينيين بالمجمل واضح توجههم ممكن يعني يكون له يعني تكاليف كبيرة على كتير دول وشعوب للأسف تدفع فاتورة موقع جغرافي اللي هنا بيشغلوا. أعود إليك أستاذ مصطفى، ماذا يعني قرار اعتراف بوتين باستقلال الإقليمين الانفصاليين عن أوكرانيا وماذا يحمل القرار في طياته؟
نعم، هي تهيئة للأجواء السياسية بأن هذا الإقليمين ستنضم إلى روسيا، أو ستكون هي كمرحلة أولى ممكن أن تعلن أنها كدول مستقلة، ومن ثم يتم تواصلها بالجانب الروسي. لكن على المدى البعيد أعتقد بأن يعني ليس لدى روسيا القدرة على إدارة هذه المنطقة أو حتى إدارة هذا الصراع، لربما لعدة أسباب، من أبرزها أن الولايات المتحدة لديها أولويات، فحربها مع الصين بالنسبة إليها أهم من الحرب التي جرت في أفغانستان أو حتى في العراق وكذلك في سوريا. لو تابعنا مسار التصعيد العسكري في العراق لرأينا أن هنالك خبراء اليوم فقط، بينما كان هنالك مقاتلون في الميدان، كذلك أيضا هنالك قوات وفرق، وكذلك أيضا هنالك فرق تلقى الجوا كالفرقة 101 وفرقة دلتا وغيرها من الفرق. اليوم كلها باتت اليوم تسبح تتجه صوب الجزر التايوانية لحماية تايوان، وبنفس الوقت هي رسائل للجانب الصيني. لكن عملية فصل الملفات كما أسلفت قبل قليل بأن الاتحاد الأوروبي اليوم هو مكلف بحماية أوكرانيا، لكن بنفس الوقت هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تكون بجانبه في حال نشوب حرب أو متجاوزات لما قد يعني للطموح الروسي. الروسي اليوم يطمح يحتل كل أوكرانيا وحتى وصولا إلى البحر الأبيض، البحر الأبيض المتوسط. لديه حلم إمبراطورية بنائها من جديد، لكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار القدرات سواء كانت قدرات سياسية أو عسكرية حتى مقارنة مع الولايات المتحدة، فهنالك فوارق كبيرة لا يمكن مقارنة بها. يعني كذلك أيضا عندنا ما نتحدث أن الكرة الأرضية اليوم انقسمت، الاتحاد الأوروبي والدول التي هي في مصافها، كذلك أيضا الولايات المتحدة، أي نتحدث عن القدرة العسكرية بما يقارب 60%، بينما روسيا لا تمتلك سوى ما يقل عن 20%، وكذلك باقي الدول الأخرى. طيب أستاذ مصطفى، وإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه القدرات، أعتقد بأن روسيا ليس لديها القدرة على تجاوز الخطوط الحمر. ربما هنالك يعني أعطتهم هذه، منعتهم الفرصة لاستعادة هذه الأقاليم، لكن لا يعني هذا اجتياح كامل لأوكرانيا. وبنفس الوقت ليس لدى الروس القدرة على مسك هذه المكتسبات. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار فقاعدة حميمين منذ 6 سنوات حتى هذه اللحظة، 7 سنوات عفوا حتى هذه اللحظة، ما الذي حققته في سوريا؟ لا أعتقد أن شيء. ستعتمد على ميليشيات كما تعتمد عليها في سوريا، هناك ميليشيات إيرانية ربما قد تستخدم بعض الميليشيات أو المرتزقة على غرار ميليشيا فاغنر أو غيرها تستخدمها في عملية السيطرة في المرحلة الأولى. لكن إلى متى ستبقى هذه ماهية تلك الدولة؟ طب تمام. لا أعتقد أن لديها قدرة على الخوض تلك المعركة على المسار المفتوح. وهذه التهديدات بالنسبة للجانب الروسي سواء كانت على لسان الرئيس الروسي أو غيره لا يمكن تطبيقها عمليا إذا ما أخذنا بالاعتبار القدرات الروسية المحدودة بالنسبة لمصادر الطاقة، وكذلك أيضا لمصادر الاقتصاد السياسي. بالنسبة للجانب الروسي بشكل عام ليس لديه القدرة على مواجهة الغرب بأكمله. طيب اليوم بعد ما ينهي الروس ملف الإقليمين هذول، شو رح يكون الهدف الرئيس والأساسي برأيك؟ الهدف الروسي هو إظهار القوة اليوم. يعني نحن عندما نتحدث عن مناورات بحرية كبيرة تجري في المنطقة، أو حتى تدريبات عفوا وليست مناورات، في المنطقة في البحر الأبيض المتوسط هنالك قطع بحرية كبيرة، هنالك صواريخ تعلن عنها بشكل يومي، هنالك كذلك أيضا على المسارات، يعني على المسارات المنظومات الدفاع الجوي تعلن عن منظومات جديدة كالS-600 وغيرها من المنظومات، كلها قدرات عسكرية تعرضها في الأسواق من أجل ترويج هذا السلاح سواء كان في الساحة السورية أو غيرها. لكن كل تلك المنظومات أو كل يعني القدرات العسكرية القتالية بالنسبة للجانب الروسي تصطدم بالمشروع الأمريكي في المنطقة. يعني على سبيل المثال طائرات يعني من الطراز الجيل الثاني أو الثالث F-16 و-F-18 تدخل الأجواء السورية وتقصف كما تشاء وفي محيط اللاذقية التي من المفترض أن يكون هنالك رد، ولا نجد رد مطلقا سواء كان ذلك متعلق بقرار سياسي أو بقدرة تكنولوجية على الرد، على ماهية هذا الرد. وبالنتيجة أعتقد بأن روسيا ليس لديها القدرة على الانتشار بهذا الحجم الكبير، بل أن الولايات المتحدة اليوم باتت هي تحاصرها بخط. يعني عندما تحدث عن الدرع الصاروخي في هذه المنطقة فأن روسيا باتت اليوم محاصرة، ربما تتحرك في المياه وليس لديها القدرة القتالية أو قدرة التحرك في المياه في البحر بشكل وضحت عام الفكرة. كالقدرات الولايات المتحدة بشكل خاص. أعود إليك أستاذ محمد، لماذا تحاول روسيا إظهار قوتها العسكرية في سوريا وإدخال أسلحة متطورة في هذا الوقت تحديدا؟ بداية أنا شعرت أنه في عملية طلب أو ربط لدى كثير من المحللين بين الوضع بسوريا والوضع بأوكرانيا. بأكثر مما يحتمل. خلينا نشوف، إحنا بداية
تو 22 الطائرات الروسية الاستراتيجية مو أول مرة بتيجي على حميمة، تم توسيعة المطار سابقا ومستقبل هاي الطائرات. كان الشيء المضاف إنه صار في عنا بعض الطائرات المقاتلة بأعداد كتير محدودة اللي بتحمل صواريخ فرسوية، هي ما بتغير معادلات استراتيجية. لكن كان هناك زيارة لوزير الدفاع. بس أوضح أنا بس أمر، أنا أعتقد إنه روس حشده العسكري الأساسي هو كان في محيط أوكرانيا لتحقيق غاية سياسية. لأشعر لحد الآن أو فيني أقول أنه لم يستطيعوا تحقيق هذا الأمر لسبب. ما هي اليوم الاعتراف بس أكمل فكرة بكلمة تفضل. الاعتراف بلوغناست ودونباس كجمهوريات مستقلة هذا ما نو مغنم سياسي يتطلب كل هذا الحشد، لأنه هاي المناطق كانت خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية والروس كانوا قادرين أنه هن يعترفوا فيه. الأمر الثاني، هذا الاعتراف لا يلغي منبع المخاوف الروسية بأن تنضم كييف العاصمة للدولة الأوكرانية إلى الناتو، وبالتالي أنا أعتقد أنه الروس إذا انتهت الأزمة على ما هو فهن ما حققوا شيء نتيجة هذا هي كل هاي الحشود والأزمة والعقوبات المكبدة. بناء علي أنا أعتقد أنه صانع القرار سيتخذ خطوات إضافية إما بإدخال جيشه إلى الإقليم أو بالتفكير بتوسعة هي سيطرة هي الجمهوريات على رقعة جغرافية مضافة. تخيل حتى ممكن العاصمة كييف بالمستقبل ستدفع فاتورة موقع جغرافي بالشمال الشرقي من أوكرانيا، هذا أمر محتمل. بالنسبة للربط بسوريا ماني قادر أعطي ربط حتمي لأني أنا لا أعتقد أنه هو التموضع الروس اليوم بحميمين يشكل تغيرا ببنية التوازن الاستراتيجي. إذا بدي ناقش أنا القوات الموجودة بأنجرليك على سبيل المثال مقارنة بالقوات الموجودة بحميمين أعتقد الفارق كبير. تمام، بناء عليه ماني قدران أعمل هذا الربط الحتمي لأني أنا أعتقد أنه الاهتمام الرئيسي لروسيا وبأوكرانيا الحالة السورية لا تقدم ولا تؤخر كثيرا بهذا حالة الصراع. نعم، أختم معك أستاذ مصطفى، برأيك كيف يمكن أن تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على الثورة السورية سياسيا وعسكريا؟ أعتقد فيما لو نشبت الحرب بشكل مباشر وكان هنالك تجهيزات على ما على ما على مسار الموازي بالنسبة لما قد وصل أوكرانيا من تدخير، على سبيل المثال نحن نتحدث عن صواريخ ستينجر أو غيرها كفئات تاو أو هيلفاير أو بعض الأسلحة التي وصلت إلى أوكرانيا واستخدمت، أعتقد بأنه ستكون هنالك مذبحة كبيرة في هذه المنطقة فيما لو كان هنالك قرار سياسي بالدفاع عنها. لكن بنفس الوقت في حال اشتباك هذا أعتقد بأن المسار سيتغير بالنسبة للجانب السوري وستنكفئ روسيا عن المنطقة، لكن ما حققته من مكاسب في مياه البحر الأبيض المتوسط لا أعتقد بأنها بهذه السهولة ستتخلى عنها، ولا يمكن مقارنة ما بينها وبين القوات الأخرى بالنسبة للولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي، لكن استخدامها لتلك القاعدة المركزية لتهديد الاتحاد الأوروبي وتهديد العالم من خاصرته الرخوة وهي في سوريا، أعتقد هذه الرسالة استراتيجية كبيرة ليس بهذه يعني بما يطلق عليه بعض المحللين بأن ليس لها أهمية، بل على العكس هنالك أيضا يعني هنالك تعزيز لتلك القدرات القتالية، تعزيز لكل تلك القطاعات البحرية، أيضا تعزيز للطائرات المقاتلة بكل صنوفها. أنا أتحدث عن سيخوي 57 التي لم تستخدم حتى اللحظة سوى في سوريا كحرب حقيقية، بينما في يعني لو دخلنا إلى الحروب الأخرى التي تجريها أو حتى عملية تسويق السلاح لا نجد هذه الطائرة، بل على العكس القوات الروسية تتباهى في تجريب هذه الأسلحة ميدانيا، لذلك هي تحاول تسويق الأسلحة من خلال الملف السوري، لكن بالنتيجة نحن نتحدث عن فارق في القدرات القتالية أو قدرات التكنولوجية لدى الجانبين، ولا يمكن أن نعتمد على القدرات الروسية في هذه المنطقة، لكن بالمحصلة هي تستثمر هذه النقطة الاستراتيجية الهامة التي قد وصلت إليها في المياه الدافئة من أجل الضغط على الاتحاد الأوروبي، كما تستثمر إيران في هذا الملف وغيره من الدول المتواجدة على الأراضي السورية. لذلك أعتقد أن مسار التصعيد سيتجه نحو الأصعب في هذه المرحلة، وستنعكس كل هذه المعطيات أو هذه النتائج عفواً على المنطقة العربية بشكل عام. يعني هنالك بعض المحاولات إجراء صفقات عسكرية من لدى بعض الدول العربية لشراء منظومة S-400، لكن ستصطدم هذه الصفقات بقضية الدفاعات الجوية أو الطائرات عفواً المقاتلة الأمريكية التي من الممكن أن تخرق هذه الدفاعات الجوية، وبنفس الوقت الاستدارة الأمريكية من الشرق الأوسط لها أسبابها ولها معطياتها على الحرب مثلا في اليمن التي تجري في اليمن ضد الحوثيين أو الأذرع الإيرانية.
المنطقة العربية تركت مكشوفة لكل العالم، لذلك لجأت الدول العربية إلى البحث عن البدائل، ربما كان الصين أحد البدائل وكذلك أيضا روسيا. لكن بمجمل القضية في حال الانكفاء أو في حال اشتعال الشرارة الأولى والدخول بشكل كبير في هذه المعركة، أعتقد ستكون هنالك خسائر لدى كافة الأطراف الموجودة في محيط هذه المنطقة أو محيط المنطقة التي سيحصل فيها الاشتباك، ومن ثم ستنعكس سلبا على كافة الملفات العالقة في الشرق الأوسط. نعم. أشكرك ضيفي مصطفى أنعيمي الصحفي، كنت معي من غازي عنتاب، وأشكر أيضا ضيفي من إعزاز الأستاذ والمحاضر في كلية العلوم السياسية محمد البقاعي، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المشاهدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.